اللهم بارك الخوت وداني اه وداني شحال عنده في عمره؟ 4 سنين. 4 سنوات فايت مجاوج ولا مجاوج؟ فايت خرج الميس ولا لا؟ مقنين نعم مقنين. تبارك الله. خلنا نمر التليفون لبغاه شي واحد. 06 06 08 28 93 40. سبع طويرة الخوت راه ما فيش العيب لحد الآن. صمت لي ما فيش العيب تبارك. ديرش من منطقة بجد يسخر لك الأمور. آمين. اسمع عندك باقي مضارب معاه. انا الخوت عشاق الوطوات اللهم بارك. ولد العام. ولد العام تبارك الله. تبارك العام كل العام. يلا باش نسمع شنو. 7 صوت 8 صوت اللهم بارك. باش جبتي ولد العش ولا لا؟ طاير في ولد العش. تبارك الله كلامه صاير. تعرف اخويا يوسف الطير اللي كان كيصيد تشوفو في السوق تعرفو راه السياح السوق ما عمرك تحكم عليه. خاصك واخا يبالك كيدوي بحال هكا تقدر دير الخلا وما يصيدش. دير الخلا يسكت. دير الخلا يسكت. داكشي على حساب الخلا قبيح. الخلا كيسقى بوحدو. دابا راه تسمعو كيهلل الدين قدام الطاوط يسقل. ما كيدويش في السوق ولكن في الخليفة ولكن تجيب واحد خذ عاوتاني هنا ساقل وديه الصيده ويصيد لك احسن من هذاك اللي كاين. هادشي على كل وطواط وعلى حسب الجانا ديالو. كل وطواط والكاركتير ديالو. تبارك الله خويا زيد. هذا ما بغاش تبيعو ياه؟ لا لا. الولاعة الخوت. يسخر لكم امور الدراري. ميسو هذا؟ ميسو خويا. وداني. وداني اللهم بارك لك. اللهم بارك. كويس باتي. باتي. بغيت حفظ القوارع راه كاين اللي تسمع. تبارك الله. ودانية أصيلية. الهيازة سير هيز. الهيازة. حتى من ديالو
البيع ديالو 1300. نقول نمرك تليفون يبغاه 06 66 52 87 28. يبغاه الخوت الميسو هذا راه زوين بالنسبة اللي بغى يحفظ الكورة، راه فيه طلاقة زوين. سخر لك الخمورة. تقرع اخويا ياك تقرع عود العام، قول النمره ديالك اللي بغاه. في كلام خويا راه دابا مابغاش يضحك، عارف انت فراق اول مره. اول مره ما كنخرجوش بالزاف. النمره الخوت اللي بغاه 07 67 16 18 13. البيع ديالو ثمن البيع بالنسبه لي صراحه نقول لك عطاو 700 درهم قريع ود العام. كما كتشوف هذاك ما كل شي راك تاع طبق معاقل. ما هو انا اللهم بارك العشاق ديال حمرة الصدر من الفصيلة ديال العندليب. شحال عندها هاد حمرة الصدر؟ هي من العيد الكبير عندها. من العيد الكبير قلتي لي الثمن ديالها؟ خويا 700. 700 درهم فما بداوية. داوية ديروا لوحة السجيل ديالها ولوحة. قلنا النمرة ديالك 06 06 13 13 37 37 48 48 71 71. نوريك بعد من هو خدم وفين عنده اكثر من ولا راه نوريك واحد الخيل اللي جيبو عندك نجي ندير ملاخا بحال الحد. شحال دار ديالك؟ 5 شهور. الثمن ديالك؟ 5000. الاخر يقول بعدا 150 170 قربهم جاب. انا راه غادي ما خلي ما بقطع غير 250 يقول لك. خوت العشاق ديال طائر نعار خفاو، طائر كيتجاوز مع الكنارة. شحال الثمن ديالو اخويا؟ 40 درهم. 40 درهم. شحال عندهم في القفز؟ عندهم في الشهر. تعطينا النمرة ديالك اللي بغات. اللي بغات حاجة الصوم ياك؟ حاجة راه الصوم. او 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 الزوال. الله يسخر لك الامور. انا الخوت العشاق ديال الوطوار. مراكش الثمن
20 درهم كل 20 درهم الاغلى على مسك ديال مراكش يكون فيهم كلام حشانيه كلها الحشانيه